تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضربة قاضية بتأكد غياب نجم وسطه عبد الإله المالكي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2021-2022. والمالكي أصيب في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم أمام اليابان في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وذلك بعد أيام قليلة من انضمامه إلى الهلال. وانضم المالكي البالغ من العمر 27 سنة خلال الميركاتو الشتوي الحالي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قادما من الاتحاد في عقد حتى 30 يونيو 2025. وفي هذا السياق وجه فهد بن نافع رئيس مجلس إدارة نادي الهلال رسالة إلى عبد الإله المالكي بعد إصابته الخطيرة، وقال بن نافع في رسالته: تفكيرك لازم يكون إيجابي، وتركيزك على علاجك هو الذي سوف يعيدك أقوى بإذن الله. وطمأن رئيس نادي الهلال النجم عبد الإله المالكي بأن الزعيم لن يغير أيا من اتفاقاته معه، في إشارة إلى مزاعم فسخ أو تعديل عقده بعد الإصابة. وشدد فهد بن نافع على أن كل الوسائل الطبية متوفرة للمالكي، وكل المتواجدين في النادي سيساعدونه للعودة إلى مستواه الفني من جديد بعد الإصابة الخطيرة. جدير بالذكر أن الهلال يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 3 إلى 12 فبراير، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.